لمدافع تارجت خطيرة وجول. والجول من تريزيجيه يسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز. أكيد سيكون الأغلى والأفضل والأجمل لأنه أمام ليفربول وضد محمد صلاح. يفعل تريزيجيه في القائمة الثانية وهز الشباك. ثلاث بطاقات صفراء لها في المباريات ملعوبة الآن. تريزيجيه يستلم. تريزيجيه وتسديدة من على خط المرمى والحكم يشاهد هدف. هدف لتريزيجيه. لاين جول تكنولوجي يحسم الهدف لتريزيجيه من زاوية ميتة، من زاوية مقفولة جدا. يأتي تريزيجيه في الهدف الأول للفريق في الوقت المحتسب بدلا من ضائع. شوف التسديدة. جول تكنولوجي. نعم أستون فيلا إلى الأمام بشكل مميز من جانب أستون فيلا. العرضية تقدما لم يدم طويلا للرغبات العالية الحاضرة من جانب أستون فيلا. وبالتالي يعود الفريق ويثبت ما تحدثت عنه، هو البحث عن الثقل الفني. مراي غري قبل غرينيتش وكرة عالية خطيرة. الله 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 يا تريزيجيه. الله يا محمود. الله يا ابن الفراعنة. الله يا ابن كفر الشيخ. الهدف القاتل فعلها الفيلنز، فعلها ابن الفراعنة، فعلها النجم المصري. الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء والهدف الأول. الهدف الأول حاضر أمامنا. تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه في متابعة جميلة ورائعة يستروح معها مدرب أستون فيلا ويتنفس أخيرا في هدف رائع ومتابعة رائعة هنا على الطريق الجزاء. لكن جويل وارد في ابعاد الكره. جويل وارد وهنا الاستلام. تريزيجيه محمود. الله محمود حسن يعيد الكره ويعيد الفرحه. وما اجملها من فرحه محمود حسن. يضاعف الفرحه لفريق أستون فيلا وللمره الثانيه. ستنفذ الركلة الركنية. منقولة كرة عالية راسية تأتي بل التسديدة. يا ولد يا ممتاز يا فنان يا رائع يا تريزيجيه. محمود تريزيجيه يسجل أول أهداف اللقاء للأسود. نعم هنا الأسود تسهر وهنا تريزيجيه يسجل الهدف الأول لفريق أستون فيلا من لقطة من تسديدة قوية يمينية كانت في شباك إيميليانو مارتينيز. محمود تريزيجيه يسجل أول